النهارده احنا موجودين اليوم الاول لتجربه جديده، هي تجربه ضد التطوع لصندوق مكافحه وعلاج الادمان في جامعه القاهره. احنا الحقيقه يعني يتزامن مع وجودنا هنا الاحتفال بتخرج دفعه من دبلوم خط الطلب على المخدرات داخل جامعه القاهره، وفي نفس الوقت افتتحنا هذا المقر. هذا المقر هو يعتبر نقطه مهمه جدا لتبصير طلبه جامعه القاهره بمشكله المخدرات، وفي نفس الوقت ان عندنا مجال رحب مهم جدا ان احنا نستقطب شباب متطوع يكون متواجد معانا هنا من على مستوى جامعه القاهره ان هو يتطوع في انشطه صندوق مكافحه وعلاج الادمان. احنا عندنا في الفتره الحاليه 28,000 شاب متطوع موجودين معانا في انشطه الوقايه من المخدرات، مش بس على مستوى الجامعه ولكن على مستوى ايضا المدارس، على مستوى مركز الشباب او المعسكرات الشبابيه. طلبه الجامعه هم الركيزه الاساسيه للمتطوعي صندوق مكافحه وعلاج الادمان، عشان كده النهارده وجودنا في اطار هذا المقر بيقدر ان احنا نستقطب من خلاله العديد من الشباب المتطوع علشان يشاركوا في انشطه الصندوق. ده المقر الاول من نوعه على مستوى الجامعات المصريه. النهارده اول يوم في عمل هذا المقر واحنا بنتشرف بوجودكم معنا فيه.